السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كل شيء بخير. كل شيء كيتقدى البنات والولاد وكل شيء، يعني هذا الشيء الحب راه ما فيش كبير وصغير، كل شيء كيبغي يتقدى، الوالد والروايح والكادويات كل شيء، يعني اي حاجه فيها الكادو فيها الهديه راه كيجيو الناس يشريوها، وراك عارفه كاين مناسبات والحب راه دائم، راه مشى في عيد الحب ولا هكا هذاك الشيء. الاختيارات ديال الناس كل واحد واش كيشري، كاين اللي يشري مثلا نونوس، كاين اللي يشري لي بارفان، كاين يشري مثلا لي بواط ويعمرهم بالشكل اللي بغا هو، وكاين واحد النوع ثاني ديال الناس اللي كياخذ مثلا الورد وياخذ لي بارفان معاهم، ولا مثلا هاد الاكسسوارات كما كتشوف راه ما في فيترينا، وداك الشيء راه كثير، يعني الحمد لله راه راك عارفه ما غاديش نقولوا اي واحد راه عارف هذه المناسبه ديال 14 فبراير راك عارف عيد الحب راه معروف، والحمد لله شويه راك عارفه كيما راه يعني طول العام راه قلنا ديجا قلت لك طول العام، وهادشي راه دائما الحب راه ماشي في هذيك المناسبه، راه الحب دائما كاين اللي كيحب ولادو مراته، يعني كاين اللي عنده علاقه مع بنت يعني الجواج، فهمتي كيتذكرها في هذه المناسبه وصافي هذا هو راك عارف. هي كيجيو يشريو لبعضياتهم، كاين اللي تلاقاو بجوج كاع يشريو لبعضياتهم هنا، كاين اللي 4 سنين، كاين اللي 3 سنين، فهمتي كبروا عدي انا بعدا الله الا كبروا بالله، ولكن انا مساكن ثاني على حساب الوجود وهذا ولكن غيتزوجوا ان شاء الله، غنشهدوا اليوم حنا في العقد. وبهذه المناسبه كنهني سيدنا على الحب ديالو لينا، وحنا كنهنوا وكنحبوه وكنموتوا عليه، الحمد لله الله يخليه لينا. ضروري مدام نشريو ليها داك الشيء زوين، ضروري ناخذ ليها ريحانه، ناخذ ليها حويجات شي حاجه كلاس زوين، هذاك الشيء ضروري. يحب وليداته، يحب مرته، يحب ماشي والديه وحبابه،